قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن الضربة الجوية التي شنتها مقاتلات أمريكية في ليبيا فجر الأحد استهدفت زعيم جماعة المرابطون المرتبطة بتنظيم القاعدة الجزائري مختار بالمختار، والذي تعتبره أجهزة الاستخبارات العقل المدبر للهجوم على حقل أميناس للغاز في الجزائر مطلع عام 2013. الحكومة الليبية المعترف بها دوليا قالت من جانبها إن الضربة الجوية أدت إلى مقتل بالمختار، بالإضافة إلى مجموعة من الليبيين المنتمين إلى جماعات إرهابية في شرق البلاد. وأشارت في بيان أصدرته مساء الأحد إلى أن الضربة الأمريكية جاءت بعد التشاور معها، لكن مصدرا مقربا من الجماعات المتشددة في ليبيا استبعد مقتل بالمختار في الضربة الجوية.